انا مانيش قاعد نشوف اللي قضيه عوده اولى الناس الى تونس هي عوده هكا مفتوحه عبر البوابات. هذه قضيه امنيه قاعد تعالج بين الدول. اذا دوله عندها مجموعه تقلدهم تحب تسلمهم لبلادهم جاري به العمل في العالم كامل. هذا غير انما احنا بعض الخيان في الاعلام التونسي يبالغوا ويضخموا ويهولوا، والغايه هو وضع النهضة والإسلاميين في تونس في قفص الاتهام بغير مبرر. معناها عملة تحامل وتوظيف قضية في غير سياقها. أما في العالم كامل هذا قاعد يقع، هذه عودة الناس اللي يعتقلوا مثلا. كيفاش تشوفوا أنتم عودتهم؟ كيفاش نجم تكون مقننة؟ معناتها كيفاش نجم تكون؟ القانون التونسي منظم الشيء هذا، كل من مارس الإرهاب يتعدى على المحكمة ويتحاكم إذا كانوا قتل. يعني أما إذا كانوا إذا كان هو إنسان كان يتحرك في أي بلد عربي في سياق طلب من ذلك البلد شيء آخر، إذا كان تعاون بين دولتين شيء آخر. أما إذا إنسان مارس انضم لمجموعات إرهابية قتلت ولا عذبت ولا حرقت شيء طبيعي، القانون التونسي سيعامل الناس وفق القانون. وأنا حبيت نقول لهذا الأمر موجود في العالم كامل، ليش كانت تونس إعلام التونسي اللي عامل ضجة متميزة كأنه شيء عمره لا صار؟ أو يصير في أي بلد عربي وأي في العالم، في أمريكا وفي فرنسا وفي أوروبا قاعد الناس الفرنسيس فرنسا طلبت، مش جابوها لها، طلبت.